النشرة الرياضية المفصلة من الميادين، أهلا بكم. قرعة دور 16 لدوري أبطال أوروبا تضع كبار القارة العجوز في مواجهات نارية وأندية ألمانية وإنجليزية وجها لوجه. فيما بقي قطب الكرة الإسبانية برشلونة وريال مدريد بمنأى عن الخطر بعدما جنبتهم القرعة مواجهة الكبار. قرعة نارية تضع أكبر الفرق الأوروبية في مواجهة بعضها بعضا. عدد من الأندية الكبيرة ستودع مبكرا هذا العام وتتفرغ للدوريات المحلية. المواجهة الإنجليزية الألمانية تفرض نفسها في دور 16 لدوري أبطال أوروبا. مباراة من العيار الثقيل تجمع بايرن ميونخ وليفربول في مواجهة عنوانها 10 ألقاب مناصفة بين الفريقين. الريدز يقدم موسما ممتازا على الصعيد المحلي، حيث يتصدر الدوري الإنجليزي الممتاز على حساب عمالقة البريمير ليج، بينما يقبع بايرن ميونخ في المركز الثالث محليا، وهو عانى من بداية صعبة هذا الموسم بقيادة مدربه الجديد نيكو كوفاتش. الصراع الإنجليزي الألماني لم يتوقف عند حدود ميونخ وليفربول. مانشستر سيتي ضرب موعدا مع شالكي، فيما رفع توتنهام هوتسبيرز راية التحدي في وجه بوروسيا دورتموند القوي والممتع هذا الموسم. القرعة لم ترحم الأندية الكبيرة. وصيف النسخة ما قبل الماضية ضرب موعدا مع وصيف النسخة ما قبلها. مواجهة يوفنتوس وأتلتيكو مدريد تجسد مثالا للقوة والدفاع القوي، وستتجه الأنظار إلى النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو صاحب الباع الطويل في إحراز الأهداف في شباك الروخي بلانكوس. البطولة ستشهد خروجا مبكرا لمانشستر يونايتد أو باريس سان جيرمان، حيث وقع الفريقان معا في مواجهة نارية تميل كفتها لصالح الفريق الفرنسي، ولا سيما أن الشياطين الحمر يقدمون أسوأ مواسمهم منذ فترة طويلة. حامل اللقب ريال مدريد ضرب موعدا مع أياكس أمستردام الهولندي في مواجهة تعيدنا بالذاكرة إلى الماضي العريق، فيما يواجه غريم الفريق الملكي برشلونة ليون الفرنسي في مباراة سهلة على الورق وصعبة بناء على نتائج الفريق الفرنسي في البطولة الأوروبية. آخر مباريات دور 16 متكافئة إلى حد بعيد، حيث أوقعت القرعة بورتو البرتغالي بمواجهة روما الإيطالي. ليونيل ميسي يفرض نجوميته مجددا ويقود فريقه برشلونة إلى اكتساح مضيفه ليفانتي بخماسية في المرحلة 16 من الليغا. ولم يتأثر النادي الكتالوني بغياب عدد من عناصره بداعي الإصابة. سجل لويس سواريز أول أهداف البلاغرانا، وثم جذب ميسي الأضواء بثلاثية ورفع رصيده إلى 19 هدفا في 17 مباراة هذا الموسم، وأحرز الهاتريك 43 في مسيرته مع البلاغرانا. وسجل المدافع جيرارد بيكي الهدف الخامس، ورفع برشلونة رصيده إلى 34 نقطة، حافظ على فارق النقاط الثلاث التي تفصله عن إشبيلية. حسم ليفربول كلاسيكو الدوري الإنجليزي الممتاز بفوزه على غريمه مانشستر يونايتد بثلاثة أهداف لواحد في المرحلة 17. النتيجة أعادت الريدز إلى الصدارة وعمقت أزمة مدرب الشياطين الحمر جوزيه مورينيو مع عناصر فريقه. وكشف البرتغالي أن يونايتد لا يمكنه حصد الألقاب وأن هدفه هذا الموسم هو الحلول في المركز الرابع، معترفا بقوة ليفربول. في المقابل واصل المدرب الألماني يورغن كلوب مسيرته المميزة مع ليفربول بعدما حقق الفوز على جميع الأندية التي واجهها في البريمير ليج وعددها 26 هدفا. وفي البطولة عينها فجر ساوثهامبتون مفاجأة كبيرة بتغلبه على ضيفي أرسنال بثلاثة أهداف لاثنين. الخسارة الأولى للنادي اللندني بعد 23 لقاء في جميع المسابقات. أكد بعده المدرب أوناي أمري حاجة فريقه إلى بعض الصفقات خلال فترة الانتقالات الشتوية، وعلق بأن النادي لا يملك الكثير من الاحتمالات، وأشار إلى أن فريقه يسعى للاستمرار في منافسة الكبار والحلول في المربع الذهبي. في البوندسليغا فقاد تيمو فيرنر لايبزيغ إلى اكتساح ماينتس بأربعة أهداف لواحد في المرحلة 15 من البطولة الألمانية. مهاجم المانشافت مطلوب في الكثير من الأندية الكبرى، ولا سيما أنه سجل ثنائيته الخامسة هذا الموسم ليسهم في ارتقاء فريقه إلى المركز الرابع. وبات فيرنر ثاني ترتيب الهدفين برصيد 10 أهداف، ويتصدر مهاجم بروسيا دورتموند باكو الكاسير برصيد 11 هدفا. وصل نابولي مطاردة يوفنتوس في صدارة الدوري الإيطالي، وحقق الفريق الجنوبي فوزا مضنيا على مضيفه كالياري بهدف في المرحلة 16. البولندي أركاديوس ميليك
أحرز الإصابة الوحيدة في الدقيقة الأولى من الوقت محتسب بدل من ضائع. رفع رصيد نابولي إلى 38 نقطة ويتأخر بفارق 8 نقاط عن السيدة العجوز. وساعد روما توازنه بفوزه على ضيفه جنوا ب3-2. وخفف الانتصار من احتقار جمهور نادي العاصمة ضد إدارة النادي، ففيدريكو فاتزي والهولندي الشاب جاستن كليفرت وبراين كريستانتي سجلوا أهداف الذئاب، بينما سجل لجانوا البولندي كريستوف بياتيك والسويدي أوسكار هيليمارك. بعد رحلة استغرقت 7 ساعات بعثت ريال مدريد تصل إلى العاصمة الإماراتية لبدء حملة دفاع عن اللقب في مونديال الأندية. بطل أوروبا سيقص شريط مبارياته في البطولة في نصف النهائي أمام كاشيما أنتلرز الياباني حامل لقب دوري أبطال آسيا. ولم تتضح إمكانية مشاركة الثنائي جاريث بيل وكريم بنزيما للإصابة. وستكون المواجهة إعادة لنهائي البطولة قبل عامين حين حسم النادي الملكي بصعوبة اللقاء بعد تمديده لشوطين إضافيين. أياكس أمستردام اكتسح دي جراف شاب ب8 أهداف نظيفة ووصل ملاحقة غريمه أيندهوفن متصدر الدوري الهولندي. ويدين أياكس إلى نجمه المغربي حكيم زياش صاحب الثلاثية على غرار زميله دالي بليند. وأضاف دوشان تاتيج والمغربي الآخر نصير مزراوي الهدفين الآخرين. ورفع أياكس رصيده إلى 43 نقطة في المركز الثاني بفارق نقطتين خلف أيندهوفن. يأمل العين الإماراتي أن يصبح ثاني فريق عربي بعد الرجاء البيضاوي المغربي في 2013 يبلغ نهائي مونديال الأندية بعد فوزه الكبير على الترجي التونسي. لكن بطل الإمارات يتعين عليه يوم الثلاثاء تخطي بطل أمريكا الجنوبية ريفر بليت الأرجنتيني المنتهي من معمعة السوبر كلاسيكو مع مواطنه بوكا جونيورز في كوبا سود أمريكانا. بعد تخطيه الدورة التمهيدية بشق النفس وركلات الترجيح أمام ويلينغتون النيوزيلندي، خاض العين ربع النهائي دون أن يكون مرشحا أمام الترجي التونسي بطل أفريقيا. لكن البنفسجي سيطر وضرب ضيفه بثلاثية، الأول لمحمد أحمد بأسرع هدف في تاريخ البطولة، والثاني للمصري حسين الشحات أفضل لاعب في المباراة برغم استفزازه لخصومه، والثالث بندر الأحبابي أمام الترجي المستسلم. أصبح العين ثاني فريق إماراتي يتأهل إلى نصف النهائي بعد الجزيرة في العام 2017، فيما فشل الترجي في عبور ربع النهائي للمرة الثانية بعد عام 2011 حين خسر أمام السد القطري بهدف لاثنين. لعب الحارس خالد عيسى وهو مصاب بكسر في إصبع اليد، فأراد توجيه رسالة أن العين موجود على الخارطة العالمية، فيما تحدث مدربها الكرواتي زوران ماميتش عن أفضل مباراة للعين في سنتين. في المقابل أقر التونسيون بالخسارة والتميز العين، وانتقد مدربهم معين الشعباني بعض لاعبيه كالكاميروني فرانك كوم. بالنسبة لي أنا زاد خيبة أمل، أنا مش منعطي نحكي على اللاعبين، وديما أنا أول واحد ناقف معهم، ولكن اليوم عندي خيبة أمل لأنه فما سيناريو نبهنا منه اللي هو السيناريو 2011. واللي شفنا فيه الكل أنه تفكير اللاعبين كان فردي، بالنسبة لنا احنا إذا فما وقت من الأوقات نجحنا فيه كان بلعب جماعي وتفكير جماعي. اليوم ما شفتش فما لعب جماعي وتفكير جماعي، بالرغم أنه قساوة الأوقات اللي خذينا فيهم أهداف في 4 ساعة تلقى روحك خاسر 2-0، ولكن مالوريزمون الشيء اللي حضرناه أنا ما شفتوش اليوم فوق الملعب. العين كاد تفوق فرق عربي آسيا على نظرائهم من أفريقيا، فأهدى عرب القارة الصفراء الفوز الرابع ورفع رصيد أندية آسيا إلى 11 انتصارا مقابل خسارتين مع أندية أفريقيا. يأمل العين أن يزعج ريفر بليت بطل أمريكا الجنوبية كما فعل مواطنه الجزيرة العام الماضي أمام ريال مدريد الإسباني قبل أن يخسر بصعوبة. فهل ينجح بمعادلة إنجاز الرجاء ووضع الكرة الإماراتية على الخارطة العالمية؟ في الدوري المغربي استعاد الجيش الملكي نغمة الانتصارات وحسم ديربي العاصمة الرباط على حساب جاره الفتح بـ2 في المرحلة 12. ثنائية الفريق العسكري سجلها لوفومبو ومهدي برحمة ليبتعد عن منطقة الخطر نسبيا ويرتقي إلى المركز 12 بينما بقي الفتح 10. وعلى عكس المباريات السابقة تفاعل أنصار الجيش الملكي مع أداء اللاعبين ولم يهتفوا ضدهم كما درجت العادة في المراحل السابقة. برحمة يصوب
استعدادا لنهائيات كأس آسيا، منتخب فلسطين تغلب على نظيره الباكستاني بهدفين لواحد في ودية أقيمت في العاصمة القطرية الدوحة. سامح مرعبة وعدي دباغ أحرزا ثنائية الفداء وترجما أفضلية منتخبهما على معظم فترات اللقاء. وأشرك الجهاز الفني لفلسطين أكبر عدد من اللاعبين للوقوف على جاهزيتهم قبل إعلان القائمة النهائية التي ستخوض النهائيات القارية. ويلعب الفداء في المجموعة الثانية مع أستراليا وسوريا والأردن. المنتخب الفرنسي يتوج بلقب أمم أوروبا لكرة اليد للسيدات للمرة الأولى في تاريخه، وتفوقت سيدات فرنسا في النهائي على نظيراتهن الروسيات بفارق 3 أهداف في العاصمة باريس. وهي المرة الأولى أيضا التي تنظم فيها فرنسا البطولة الأكبر للسيدات داخل القارة العجوز في كرة اليد. في المقابل فشل المنتخب الروسي في رفع الكأس للمرة الأولى في تاريخه، ويعد منتخب النرويج الأكثر فوزا باللقب برصيد 7 مرات مقابل أربعة ألقاب للدنمارك. في الدوري الأمريكي لسلة المحترفين، حسم دنفر ناجتس القمة ضد ضيفه تورونتو رابترز بفارق 9 نقاط، وانتفض دنفر في الربع الأخير ليقلب تأخره إلى فوز مهم. وتألق جمال ميراي بتسجيله 19 نقطة، وفرض الصربي نيكولا يوكيتش نفسه بطل مسجل في صفوف الفائز مع 26 نقطة، ليسهم في الفوز الـ20 لناجتس هذا الموسم مقابل 9 هزائم وتصدر المنطقة الغربية لأول مرة منذ 34 عاما. ولم ينفع تورونتو تألق نجمه كاوهي ليونارد صاحب 29 نقطة إلى 14 متابعة في تفادي الخسارة الثانية تواليا. كان هذا ما لدينا من أخبار رياضية في نشرتنا المفصلة، نشكر لكم حسن المتابعة.